السلام عليكم اخوتي كديرين، لاباس عليكم؟ كنسلم على اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن فين ما كانوا. انا كنسلم على اخوتي المغاربه وكنطلب المساعده من اخوتي المغاربه، لان حالتي كتضرب بصح، مضروره بهاد الدياليز. انا واحد السيده اللي كنت خدامه على راسي، الحمد لله بخير، ما خصني حتى شي خير في الديور. كان نخمل اللي بغى شي حاجه كنخدمها له، كنخدم في المحلبات ديال الحرشه، المهم عايشه بدراعي الحمد لله. واحد الساعه ولدت واحد الوليد وقعت لي، طلع لي الطونسيون وجاني فشل كلوي. الحمد لله هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وما بقيت لا كنقدر لا نخدم ولا نردم والو. كيخرجوا لي دابا التحاليل ها هما عاد قبيلها، هو عطاوني التحليلات والدواء ديال الكالسيوم، الدواء ديال القلب، الدواء ديال دابا كدرني المعده كنبات نتقيه، وما لقيتش باش نمشي للطبيب ديال المعده، ما لقيتش. والله العظيم عندي جوج الوليدات وراه ربي اللي عالي وعالم. الا انا حالتي متضره بصح، وكنطلب من خوتي المغاربه ومن الله سبحانه وتعالى يعاونوني، حيت مألمه بزاف. الا ما خديتش الدواء ما كنعش بقوه التخمام، كاريه هذا البيت وكوزينه، راه شافني هذا الولد مسكين، وريته البيت وكوزينه اللي كاريه، وانا بصح راني مألمه وكنطلب من الله سبحانه وتعالى ومنكم الدوايات. ملي كنجي من الدياليز شحال مره ما كنلقاش حتى شي حاجه، زعما ناكلها. كنبغي ندي معايا مويكله شي مره، كنبغي باش نركب للدياليز، مألمه بزاف. وانا كنطلب من الله سبحانه وتعالى ومنكم تعاونوني، واللي بغى يتاكد مني ولا بغى يجي عندي مرحبا به، يشوفني فين كاينه وكيفاش عايشه. وكنشكركم بزاف داخل الوطن وخارج الوطن، وكنطلب لكم الصحيحه وطولة العمر يا ربي العالمين. شحال انت مبغيت؟ انا خويا من 2012 عندي، لا 2012 وانا ندير الدياليز. دابا مرض ليا القلب، كناخذ الدواء ديال القلب، كيطلع ليا الدقات بزاف، وكان ناخذ دواء الكالسيوم ودواء الحديد والقوت العيشي ديالي وصافي. راك عارف بنادم عنده وخا هكاك ما مقدش. انا الحمد لله ما عندي حتى شي مدخول، يعني مني كندخل ولا حتى 10000 ريال والو. نهار كناكل نهار ما كناكلش، والحمد لله على سيدي ربي. وكنطلب خوتي المغاربه يتعاونوا معايا، والله يجازيهم بخير، والله يجعل ربي يخلي لهم الصحيحه. كنطلب الله سبحانه وتعالى اللي عنده صحته الله يخليها له، يخليها له تاج فوق راسه يا ربي. انا كنت الحمد لله كنخدم، عمري ما مديت يدي لشي حد، ولاني الصحه خانتني ما كنقدرش نخدم، ما كنقدرش. دابا راه شحال مره كنجي من الدياليز راه كنطيح في الكوزينه، ما كنقدرش حتى الا كان عندي، غير خصني يكون عندي باش نشري شي مويكله. ملي كنجي من الدياليز ما نقدرش نطيب، خصني ناكل شي حاجه اللي تقوتني. الماكينه كتجبد ليا المصارن ديالي، راه الدياليز ماشي ساهل، 3 ايام في السيمانه الخبز هو تا دار ليا الفقر، دار ليا فقر الدم، كيزيد يفشلني ويسخفني. ايوا الحمد لله والشكر لله. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يخلي خوتي المغاربه الصحيحه ديالهم دائما يا ربي، ويخلي لهم ربي وليداتهم ويوقف معاهم. انا حالتي واللي ما هذا كيجي يشوفني، لان راه هذا البيت هذا كنتكرفس باش كنخلصو، راه ربي عالم. راه الحمد لله والشكر لله، انا حمد سيدي ربي. وهذا ابتلاء من عند الله، ما كيبقاش فيك المرض، كيبقى فيك الفقر. ما عندك لا خدمه لا وظيفه لا منين تدخلي شي صالير لا والو. شحال مره كنبغي ندي معايا غير شي دوانين ولا شي حاجه للدياليز، ما كنلقى حتى حاجه باش نديها معايا. وانا كنت كنخدم الحمد لله، عندي جوج ديال الدراري، واحد عنده 10 سنين وواحد في 2012 هي باش وقع لي به الدياليز، والاخر في 2009. ايوا الحمد لله. هما براسهم صغار، هما براسهم صغار، ما كيعرفوا لا هذا المرض ولا والو، كخصهم غير ياكلوا ويشربوا ويقراوا. انا اللي الحمد لله فين ما مشيت نخدم كيقولوا لي لا راه ما يمكنناش نخدموك نهاريه ونهار لا. مشيت عند مول الحرشه قال لي واش انا غنبيع نهاريه ونهار لا. مشيت عند الديور ما كنقدرش، راه كنسخف، راه 10 سنين ديال الدياليز راه كنوقف قسما بالله. الا شحال مره الطونسيو كيصبح طايح ليا لسبعه، كنبقى ندور ونطيح. حق الله العظيم الا كندور ورجع نطيح ورجع نشد بلاصتي، ديك الساعه كنلقى غير طريف الخبز ناكلو ورجع الناس. انا ما طالبه غير باش نتقوت انا ووليداتي، ولقى باش ندور، ولقى باش نشري الدواء. وشحال مره كيتخصني الدواء كنبقى ندور،
مشيت للرباط على في الترام الرغب الناس يخلصوا عليا الورقه، هانت شي ناس وكنضرب حتى تما، وفي الاخر كيقولوا لي راه ما كاينينش هما اللي الدار، هما كاينين وكيقولوا لي راه ما كاينينش، حيت راه اللي كيعطي كيعيا واللي كيشد ما كيعياش. الله يجازيهم بخير. ولاني انا قلت علاش نبقى نتقاتل انا بوحدي غير بيني وبين راسي، انا نشارك هذا الهم مع اخوتي المغاربه ونتوكل على الله، والله ما الله ما يتخلاش عليا، ربي كبير. حيت درت الدياليز اليوم، ومني كان ندير الدياليز كنسخف الطونسيو كيطيح ليا، ما كنقدرش الحمد لله والشكر لله يا ربي. وكنشكركم واللي تعاون معايا كنشكره، وكنشكر كاع خوتي المغاربه، كل اللي عطاني كل اللي ما عطانيش. الله يجعل ربي يخلي لكم الصحيحه، واللي مريض الله يشافيه، والله يجعل ربي يجازيكم بالخير يا ربي. هز علينا هذا الوباء يا ربي.